الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر كلية طب أسوان وطبعا قسم النساء والتوليد على الدعوة الكريمة دي. أستاذنا الكبير الدكتور عبده سعيد وأستاذنا وأخونا الكبير دكتور محمد صلاح وكل باقي أفراد القسم واحد من واحد، دكتورة نهلة والدكتور هاني فاروق والدكتور أحمد رامي والدكتور عمرو شحاتة دينامو المؤتمر والدكتور محمد عنان، ربنا يبارك فيهم جميعا على الدعوة الكريمة دي. ودايما يعني انا واسوان بلد واحده وكلنا صعايده. I am very happy to be here with you all my professors and my colleague. يكشملار فور بروفيسور اسمه توجام. I am a Turkish citizenship also. I have a very nice period in Turkey. So I am very happy to be here. We will today discuss about varicocelectomy dilemma in management of male infertility. Firstly, management of sub-male infertility require good correlation between andrologist and the gynecologist and the embryologist. مهم جدا في موضوع الميل انفيرتيليتي وانا كاندرولوجيست ان يبقى في تعاون ما بين الاندرولوجيست والجاينوكولوجيست والامبريولوجيست. ده مهم جدا جدا لانه ده هيديني successful ART, successful IVF cycle. Guideline management carry a lot of controversy. Need more prospective and randomized study. الميل فاكتور مهم جدا، ده بيمثل حوالي 50% من حالات الانفيرتيليتي، 20% ميكسد ميل اند فيميل و 30% ميل اونلي. عشان كده مهم جدا انه الاندرولوجي او الاندرولوجيست يشوف العيان الانفيرتيليتي في الاكزي سايكل زي دكتور النساء بالظبط. الجايد لاينز الاوروبيان والامريكان جايد لاينز بتقول بوث ميل اند فيميل بارتنر شود اندرجو كونكرنت اسيسمنت 50-50 نوت اونلي فيميل. ايفالويشن اوف ذا ميل فيرتيلتي شود انكلود ريبرودكتيف هيستوري كويتال بروبلم تو سيمن اناليسيز تو دايجنوز. وده الاي او اي جايد لاينز 2022 فور سترونج ريكومنديشن فور بوث بارتنر شود بي ايفالويتد evaluated. لان في حالات كتيره بصراحه بتبقى الست ليها 3 4 سنين انفيرتيليتي وعملت اشعاعات كتيره وعملت كل حاجه وعملت كل الانفستيجيشن في الاخر بنعمل دكتور نيسا يعمل تحليل سيمن اناليسيس لجوزها يطلع ازو. فكان المفروض من الاول الميل بارتنر يحصل له اسيسمنت اعمل له تو سيمن اناليسيس. مهم بقى جدا برضو موضوع سيمن اناليسيس يتعمل في سبيشاليزد سنتر، لانه لو ما كانش في مركز حقن مجهري كتير جدا المورفولوجي مش هيبقى دقيق، وفي نفس الوقت هتلاقي ديفرنت كاتيجوري من الارقام الموجوده. لو انت عملت العيان ثلاث تحاليل سيمن في ثلاث معامل مختلف هيطلعوا ثلاث نتائج مختلف. فمهم جدا لانه معمل الحقن المجهري او معمل المراكز الحقن المجهري المورفولوجي ده بيصبغ بسبيشالستين، وفي نفس الوقت سنترفيجيشن لو العيان ازوسبيرميا وعنده شويه فيو اموتايل سبيرم مش هقدر افرفهم غير بالسنترفيجيشن. الكلام ده مش بيحصل غير في الحقن المجهري، مش بيحصل في اي مركز او معمل عادي. وفي نفس الوقت لو انا حبيت اعمل سيمن كرايو بيبقى افيليبل. السيمن اناليسيز في 2000 WHO 2010 WHO 2021 كنا متوقعين في اختلاف كبير، لكن ما طلعش في اي اختلاف غير في السومن فوليوم قل ب 1.4 والبروجريسيف موتيليتي نزلت ل 30%، لكن النورمال فورم زي ما هي 4%. لازم WHO بتقول لازم اعمل في لابوراتوري مانوال. قصة مهم جدا المانوال وليس موضوع السيمن ان اعمله كمبيوتر، لانه الكمبيوتر اسيستد سيمن اناليسيس بيعمل اوفر استيميشن للكاونت والموتيليتي. فعشان كده ريكومندد ان اعمله مانوال وبيتعمل في مراكز حقن مجهري. ده مهم جدا جدا. فول اندرولوجيكال اسيسمنت ان اول مين ويز كابل انفيرتيلتي بارتيكولاري لو السيمن اب نورمال السيمن اناليسيس از اب نورمال. لو في اي سيمن اب نورمال لازم ابعته للدكتور اندرولوجي. وانكلود كاوسلنج فور فورتايل مين اور مين ويز اب نورمال سيمن بارنتم اوف اسوشيتد هيلث ريسك. طبعا لو العيان انا بعمل انا كالعيان بيجي لي اندرولوجي لو الكاونت بتاعه اقل من 10 مليون لازم اعمل له هرمون الاساسي.
ما ينفعش يدي له ميديكال تريتمنت هبهزرد كده ومن غير ما بكون عارف الهرمون الستيت بتاعه. اي عيان الكاونت بتاعه اقل من 10 مليون لازم اعمل له هرمون الاسي. العيانين للاسبيرميك لازم اعمل له هرمون الاسي ولازم اعمل له سنترفيجيشن، لانه الفيوم موتايل سبيرم اللي هي بتطلع دي ممكن انا اعمل لها سيمن كرايو واعمل للعيان اكزي واوفر على العيان عمليات المايكروتيسي وكل الكلام ده كله. كاريو تايبنج والواي كروموزوم مايكرو ديليشن انا بعملهم يا اما الكاونت يبقى اقل من 5 مليون او العيان ازوسبيرميك. طبعا الواي كروموزوم مايكرو ديليشن في 3 تايبس مش مهم يعني نبقى عارفينهم بتفاصيلهم. السبيرم دي ان اي فريجمنتيشن من الحاجات المهمه، وكانت صيحه من 3 4 سنين فاتت كل العيانين بيعملوا سبيرم دي ان اي فريجمنتيشن، لكن دلوقتي لا، السبيرم اي سبيرم دي ان اي فريجمنتيشن بعمله في حالات الريكرنت بريجننسي لوس وحالات الريكرنت اكزي فيلير، ده مهم جدا فيهم. بس الدياجنوستيك سيكولار بايوبسي ده طبعا فوربيدن تماما، مفيش عيان دلوقتي في 2023 ان انا اقدر انا اعمل له سيكولار بايوبسي بس عشان اشخصه اوبستراكتيف ولا لا وهل في سبيرم ولا لا. دلوقتي الجولد ستاندرد المايكروتيسي بعمله عشان اعمل كرايو بريزرفيشن للسبيرم انسايد ذيس تيستس اند يوز ات ان اكزي. لازم العيان البايوسبيرميا لازم اي ويل تريت ات، لازم اعالجه وفي نفس الوقت اعرف السبب. ما ينفعش اديله انتيبيوتيك بس امبيريكالي ما اكونش عارف السبب، لان لو عرفت السبب السايكل دي كلها هتتقفل. في الفاريكوسيل دايليما، فاريكوسيل من مواضيع الدكاتره النساء ما بيحبوش العيان الدكتور اللي بيعمل فاريكوسيل، او يعني الخبره بتاعتهم مع عيانين الفاريكوسيل فعلا خبره باد. ليه ده الكلام ده؟ لانه الفاريكوسيل للاسف عمليه بيعملها كل الجراحين، بيعملها دكتور الجراحه العامه وبيعملها دكتور الفاسكولار وبيعملها دكتور الاندرولوجي وبيعملها حتى دكاتره الجلديه دلوقتي بيعملوها، فعشان كده هي واخده سمعه وحشه. لكن هي الفكره كلها امتى العيان الميل انفيرتيلتي اللي انا هعمل له فاريكوسيلكتومي هيتحسن، وانهي نوع من الفاريكوسيلكتومي والتايب اوف اوبريشن اللي هيعمله، ده هيفرق جدا طبعا. اول حاجه ليه الدايليما دي؟ لاك اوف ويل ديزاين راندمايزد ترايل، وفي بايس في السيلكشن والتكنيك والسيرجون، والريزلت اوف فاريكوسيلكتومي افكتد باي ميني فاكتور. طبعا انديكيشن اوف فاريكوسيلكتومي انا ما بعملش الفاريكوسيلكتومي الا لو في بالبوبل في كلينيكال فاريكوسيل، يعني مش جاست العيان عامل دوبلر الترا ساوند وخلاص يبقى انا كده مقتنع ان العيان عنده فاريكوسيل وعامل له. لازم العيان فيه يكون برايمري او سكند انفيرتيليتي، لازم يبقى فيه ابنورمال سيمن بارامتر، ولازم تبقى نورمال كوركتابل فيميل فاكتور، الفيميل نورمال او كوركتابل كوز، مش واحده سنها 42 سنه وانا اقول لجوزها لسه هتعمل فاريكوسيل ولسه هدي له ميديكال تريتمنت ولسه هستنى ناتشرال بريجنسي، فده مهم جدا. الحالات الهايت دي ان اي فراجمنتيشن اندكس دي اندر ايفالويشن، ونحن نشرنا بيبر على القصه دي ان شاء الله هتيجي دلوقتي. طبعا كومبليكيشن فاريكوسيلكتومي كتيره جدا، الاوفر كوركشن ودي اهم كومبليكيشن، انه في عيان بتعمله فاريكوسيل وهو مش انديكيتد، الهيدروسيل، الهيماتوسيل، التستيكولار اتروفي والريكرنس، والاربعه دول ما بيحصلوش لو انا استخدمت السب انجوينال مايكروسكوبيك فاريكوسيلكتومي. وكنا نحن من اوائل الناس اللي دخلناها عندنا في مراكز الحقن المجهري بره، وكمان في مركز الحقن المجهري عندنا في جامعه هنا. طبعا التكنيك العمليه انا بعملها بكذا ابروتش، بس الجولد ستاندرد المايكروسكوبيك سب انجوينال از جولد ستاندرد. ليه؟ لانها لوس كومبليكيشن وليس انفيزيف ولو انسيدنس اوف ريكرنس وهاي سكسس ريت اوف امبروفمنت. المايكرو سيرجيكال انسترومنت لازم استخدمهم عشان الريزلت بتاعتي. الفكره كلها في السيرجيكال ميكروسكوب انا بقدر اشوف الارتري واقدر اشوف الفين واقدر اشوف الليمفاتيك، بربط الفينز لكن الارتري والليمفاتيك بقدر احافظ عليهم، بالتالي الكومبليكيشن بتقل خالص، مفيش تستيكولار اتروفي، ليس انسيدنس اوف هيدروسيل، السكسس ريت بيبقى عالي جدا، والسيمن بيتحسن. ممكن نشغل الفيديو؟ لا لا، اول فيديو اول فيديو صوت. طبعا دي الجولد ستاندرد سابي فاينل مايكروسكوب، انا هنا بقدر اشوف الفينز بوضوح، بقدر اشوف الليمفاتكس، بقدر اشوف الارتري، بقدر اعمل سيلكشن للفين. الفيديو اللي بعده
ده لو في اكسترا سبرماتيك فينز مهم جدا ان انا اشيلها عشان ده سبب الريكرنس. عشان كده تلاقي العيان بيجي بعد ما عمل اوبريشن يعمل دوبلر تاني يقول لك ريكرنس، ده من اسباب الريكرنس لازم ابقى شايله. بس بقدر اشوف ايدنتيفاي الارتري وبقدر احافظ عليه تستيكولار ارتري، وده بيخلي ما فيش يعني فرصه كبيره خالص ان يحصل تستيكولار ارتري، وده من الحاجات تايم اوف امبروفمنت اوف افضل فاجروكسيلكتومي. العيان هيتحسن امتى؟ طبعا كل الريتريتشر بتقول سبرماتوجينيسيس ريكواير اباوت 72 دايز تو ريستورد اني افكت فروم فاجروكسيلكتومي اوبزرفد افتر ذيس بيريود. تشيك بيشنت 7 فروم 3 تو 4 مانثس افتر سيرجري. الانكريز سبونتينس بريجنسي افتر فاجروكسيلكتومي ده ليه اسباب. اول حاجه امبروف سبرم كونسنتريشن والموتيليتي والمورفولوجي، امبروف الدي ان اي فراجمنتيشن وده مهم جدا، امبروف سبرم بنتريشن، وانكريز السيرم تستوستيرون، وانكريز السيكولار فوليوم في حالات البري ادوليسنت فاريكوسيل. امباكت اوف فاريكوسيلكتوم اون سبونتينيوس بريجنسي، كل البيبرز بتقول الاوبتيمم ريزلت مع الميكروسكوبيك سب انجوينال فاريكوسيلكتومي اب تو 75% بريجنسي ريت، وده عالي جدا. طبعا بتقل مع المايكرو انجوينال او انترفنشنال راديولوجي واللابروسكوبي ذا ليست وان. امباكت اوف فاريكوسيلكتوم اون سيمن كواليتي، البارامتر سيمن كونسنتريشن بيزيد اب تو 19 مليون، سبيرم مورتيلتي اب تو اولسو 19%، وسبيرم مورفولوجي 3 تو 9% اونلي. سو ذا سبيرم مورفولوجي والدي ان فراجمنتيشن ذا ليست امبروفد ان افتر فاريكوسيلكتومي اوبريشن. فاريكوسيلكتومي شود نوت بي كونسيدرد از ا برايمري تريتمنت اف اكزي از نيدد بيكوز اوف فيميل فاكتور، وده مهم جدا. فاريكوسيلكتومي مي بي كونسيدرد تو داون ستيج ذا ليفل اوف اي ار تي، يعني العيان لو كان اوليجوسبيرميك انا عملت له فاريكوسيلكتومي متحسن اقدر بدل ما هو اكزي احوله لاي او اي. A lot of controversy about varicocele repair was before اكزي. هل العيان اعمل له فاريكوسيلكتومي وانا ناوي اعمل له اكزي ولا لا؟ في ريبير كتير، ديبيت كتير، لكن في اخر راندمايزد ستادي كانت العيانين اللي عندهم انفانتايل من ويز كلينيكال فاريكوسيل وعملناه، وفي مجموعه عملناها الفاركسيل كوركشن وفي مجموعه عملنا لها نو تريتمنت ودخلنا على الاي او اي والاكزي على طول، وجدوا ان البريجنسي ريت اعلى في العيانين اللي عملوا فاركسيل كوركشن بيفور الاكزي، وده من الحاجات المهمه خالص. من ستادي ريبورت ذات ذا ريزلت اوف مايكروتيسي از نوت افكتد باي ويزر ذا فاركسيل ويز ريبيرت اور مايكروتيسي، العيان الازوس بيرمت وعنده فاركسيل هل انا اعمل له ولا لا؟ في كونتروفيرس كتير. المفروض انت تعملوا مايكروتيسي على طول، لكن الجايد لاينز بتقول ان ممكن دلوقتي تعملوا مايكروتيسي وفاريكوسيلكتومي ان ذا سيم تايم. المايكروتيسي مايكرو سبيرم اكستراكشن، ودي من اول ما ظهرت في 1999 ومن الحاجات المهمه جدا، واحنا كنا مصرين عندنا في جامعه انا وفي مركز الحقن المجاري انه تبقى موجوده عندنا التقنيه دي، لان فعلا السكسس ريت في العيانين الاسبرم اختلفت جدا، وصل سكسس ريت معانا ل 70% من الحالات، ودي نسبه كتيره جدا، لانه الفكره بتاعته كلها سيرجيكال ميكروسكوب بقدر اشوف السيم نيفرس تبيولز اللي هي فيها متوقع فيها سبرم ولا لا، بتبقى السيم نيفرس تبيولز وايد وبيك بالشكل ده، وده فيلم صغير عن مايكروتيسي في حالات النون اوبستراكتيف اسبرميا. هذا الشيء بلس
تكسلكت من نون اوبستراكتيف اسبيرميا. دقيقة بس عشان اعمل لكم كونكلوجن. Just one minute كرام. Yes, okay. عشان كده في الفاركسيلكتيف نون اوبستراكتيف اسبيرميا اتنشرت استادي على العيان اللي عنده نون اوبستراكتيف اسبيرميا وعنده فاركسيل، وجدوا ان لو عملت له فاركسيل ذا سيم تايم اوف مايكرو تي سي سكسس ريت بيزيد والبريجنسي ريت بيزيد. وطبعا دي الصوره اللي احنا بنحبها، انه في المايكرو تي سي نلاقي سبيرم الموتيليتي والكاونت بتاعها كويس. فاركسيلكتيف سبيشال سيتويشن مش هنتكلم عليهم كتير، لكن ده المهم جدا. الفاركسيلكتيف في عيان نورمال سيمن بارامتر وعنده انفيرتيليتي، دي بيبر منشوره في العرب جورنال اوف يورولوجي، وده كيو 1 كنا ناشرين انا وزمايلي الدكتور عاطف فتحي ومجموعه اخرى عن الدي ان اي فراجمنتيشن. هل الفاركسيلكتيف بيحسن الدي ان اي فراجمنتيشن؟ وجدوا فعلا انه الفاركسيلكتيف بيحسن الدي ان اي فراجمنتيشن، وكمان بيحسن البريجنسي ريت في العيانين النورمو سبيرميك بيشنت. عشان كده التيك هوم مسج، فاركسيل از ا كلينيكال نوت ا راديولوجيكال دايجنوزيس، فيميل ايفالويشن بيفور سيرجري از مانداتوري، كونسلنج بيفور سيرجري از مانداتوري، دو سيمن كرايو ان سيفير اوليجوسبيرميك مان، مور ويل ديزايند راندوماند ستادي ار ريكوايرد تو بروديوس جايد لاينز فور فاركسيل مانجمنت. ثانك يو.